ايه ده؟ هو انتوا تعرفوا بعض ولا ايه؟ ظاهر الفندق كله يعرف المدام. برنسس لون قديم عند مدام سعاد. الكلام ده كان زمان لما تفتح الصالون الجديد. انت فتحتي صالون جديد؟ الف مبروك. شكرا. طب ان شاء الله بينا احنا برنس احسن؟ سعاد خش استنيني في اوضه النوم، هخلص مع المعلم وحصلك. اوضه نوم ايه اللي تستناك فيها يا روح امك؟ في ايه؟ انت اتجننت؟ انت لسه شفت جنان؟ لسه شفت جنان؟ انا كنت جاي بس اسلم على حضرتك وماشي. سعاد جسمي مدغدغ، استنيني جوه. يلا بينا يا برنس. يلا بابا ضربي. عايز حاجة؟ شكرا. نورتنا يا معلم. تصبح خير يا باشا. انت ولا انا؟ ابوك طلع عيني يا خميس. معاش ولا كان اللي يقول على البرنس كده. طلع عيني يا خميس. سعاد بنت الكلب اللي ما خلتش في نفسها حاجه بتستغفلني يا خميس، بتكرتني على قفاها يا خميس. فهمني يا كبير، انا مش فاهم حاجه. ايه اللي حصل بس؟ حقتلها حقتلها. ماشي يا كبير، بس فهمني الاول ايه اللي حصل. اوعى من سكتي. حقتلهم كلهم، حقتلهم كلهم. ملعون عمود الشغلانه. ماشي يا كبير، بس فهمني الاول. يا كبير فهمني بس. ابعد انت من وشي يا خميس. ماشي. اوعى من سكتي. هو في حاجه ولا ايه؟ مفيش حاجه يا عم، توكل على الله. مفيش حاجه. مفيش حاجه ايه؟ امال ايه الطبنجه دي؟ انت مال اهلي؟ مال اهلي؟ يا عم قلنا لك مفيش، توكل على الله. انت غاوي تحرق. يلا يا عم انت. يلا يا خميس نمشي المكان الوسخ ده. حضرتك مين؟ مفيش. انا عايز افهم ايه القصه دي. بص يا عم انت من هنا. انت يا عم فهمني يا عم ايه القصه دي؟ انت رايح فين؟ انت يا عم فهمني، انزل فهمني ايه اللي حصل؟ يا عم انت يا عم. تعالي هنا. تعالي هنا. يا علي. يا علي. ايه اللي انت بتعمله ده يا علي؟ في ايه؟ ما تفهمني ايه اللي بيحصل. خونيني بعد كل اللي عملته لك. لا يا علي، انا عمري ما خنتك. لا خنتيني. كنت بتروحي لطارق السويد بتاعه ليه؟ لا يا علي، والله العظيم اللي في دماغك ده ما حصل. انت فاهم غلط. اديني فرصة واحدة بس ادافع عن نفسي. تأخرتي قوي. لا يا علي. يا بنت الكلب. يا لا لا لا، اسمح لي بقى. دي كانت عصبية قوي قوي، عصبية زيادة عن اللزوم. انا ما كنتش متخيل انها هتعمل كده يعني. معلش برضو حياتك، كان لازم تعذرها. واحده شقتها اتسرقت، والحقيقه كانت فاكره يعني. كانت فاكره ايه؟ كانت فاكره ايه؟ ان انا اللي سرقتها؟ دي تبقى غبيه. وبعدين المحكمه برأت موكلي، وجوزها الله يرحمه استغفر الله العظيم يا رب، مش عايزين نخوض في الاعراض بقى. مش معنى ان احنا كنا خصوم في قضيه ان اي مصيبه تحصل لها هبقى انا السبب فيها. وعلشان كده انا جاي لك النهارده. بس المشكله مش في شويه الصيغه اللي سرقت من الشقه. امال المشكله في ايه؟ المشكله في الدوسيه اللي اتسرق. دوسيه ايه؟ هلا مطر. يلا روح. ليه دعوه بالقضيه؟ القضيه؟ وانا الظاهر ما قلتش لحضرتك. الاستاذ وليد الله يرحمه كان عنده نسخه تانية من مستندات قضيه علي الجندي. و
وانا الظاهر ما قلتش لحضرتك ان انا محامي مش هجام. طبعا يا متر، وحد يقدر يقول غير كده؟ انك محامي كبير واسمك معروف في كل حته. كويس انك عارف. وعلشان كده انا جيت لك النهارده، عشان ما يبقاش في حاجه في النفوس. على اذنك يا متر. طب مش لما تشرب الميه الاول؟ خليها مره ثانيه. حياتك كلها هتتغير، هتبقي شخص تاني، واحدة تانية تماما. اتفضلي يا ستي. انت بزعق كده ليه؟ بزعق ايه؟ الواد بيموت دكتور بعضني. سماح ابعتي لي دكتور احمد مطارق بسرعه. سامح خليك معايا، خليك معايا. يا هيثم دكتور، دكتور بسرعه بقول لك. والله انا كلمته وهو جاي، بس شويه اجراءات. اجراءات ايه؟ الواد بيموت. اهو الدكتور جه اهو. يا دكتور ايه؟ في ايه؟ الواد بيموت يا دكتور. لازم يدخل عناية حالا. بقول لك يا سحر، ده اذا كان اسمك سحر، يعني فكرتيش قبل كده ان الواحد ممكن يكون بيعمل الغلط عشان يوصل للصح؟ لا ما فكرتش. يعني انا مثلا في ظروف تانية كان زماني شغاله في محل ملابس في شبرا المظلات، اخري 1200 جنيه في الشهر، يعملوا ايه؟ ما كنتش عرفت ادخل ابني مدرسة كويسة زي اللي هو فيها دلوقتي. انت عندك عيل؟ ايه؟ ما يحقليش؟ ما فكرتيش تبطلي؟ اتوب يعني؟ ايه اللي انا قلته بيضحك؟ لا بس حسيتك كرفت فجأة كده على حسين رياض. فاضل قد ايه؟ ما فاضلش العمل. لسه مش عايز؟ لا عايز.